تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بأمبواقي حوالي الساعة 5:30 صباحا من حجز شاحنة محملة بكمية جد معتبرة من البضائع الأجنبية عن طريق التهريب، تمثلت فيها 4400 كاميرا مزودة بالأشعة ما تحت الحمراء، بالإضافة إلى مواد شبه صيدلانية تمثل في 1800 قارورة من مادة الكيراتين الباهظة الثمن، كما تم حجز أيضا 240 رابط الويفي. كل هذه البضائع الحساسة كانت مخفية خلف كراتين المدفئات الكهربائية. الغرامة الإجمالية المستحقة الواجبة الدفع ما يقارب 40 مليار سنتيم.